اهلا بيكم يا جماعه، معاكم ديموس وحلقه جديده من حلقات سيف ذا وورلد. معلش اتاخرت عليكم شويه، الانترنت يعني بعافيه شويه اليومين اللي فاتوا دول، فما قدرتش اطلع حلقات كتير، بس ان شاء الله لما الدنيا تظبط كده يبقى في حلقات اكتر واكتر. عموما حلقه النهارده هتبقى عجيبه وجميله وممتعه. ليه؟ ان انا استخدمت اتنين بو او قوسين، اللي هو الفاكيوم تيوب بو والكلاود بيرست بو. البوهين دول بصراحة هو فيهم جليتش، بس بصراحة او يعني انا مش عارف جليتش ده هيفضل موجود ولا لأ، بس استمتعت بيهم جدا وقوتهم. يعني انا يعني مثلا اللي هو البو بتاع الكلاود بيرست انا قلت عليه وحش، لا بقى مش طبيعي، بقى رهيب. طبعا انا يعني قلنا قبل كده ان الفاكيوم تيوب برضو بو حلو، ولكن بقى قوي بزيادة. فانا طبعا هوريكم بقى التشكيله بتاعه اللي انا استخدمت بيها البوهين دول مع التركيبه او البركات بتاعه السلاحين، ويلا بينا نشوف. طبعا التشكيله اللي هنخش بيها واساسي لازم تخش بستون هارت فرح، عشان تلاقي الجو ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي يشتغل معاك لازم بستون هارت فرح. معنا كمان التوتالي روكن اوت، ده التيم بيرك، معنا الفيمبل والباتل بيت، ومعنا اللوكد اند ريلودد والشور شوت والكويك سكوب. دي التشكيل اللي انا هجرب بيها السلاحين بالجليتش اللي فيه او الطريقه الدامج الرهيب اللي بيعمله. بصراحه انا فوجئت وعملته كمان في الانديورنس في ليفلات عاليه، ويلا بينا نشوف الدنيا ماشيه ازاي. ده السلاح الاولاني اللي هو الفاكيوم تيوب بو. زي ما احنا شايفين هو السلاح الاليمنت بتاعه نيتشر، عامله 2 كريت دامج، 1 دامج و1 كريتيكال ريتنج. طبعا انا هسيب لكم في الوصف تحت الحلقه اللي عملنا فيها او اتكلمنا عن السلاح ده وكان اداؤه عامل ازاي، ولما تشوف الحلقه دي وقارنه بالاداء اللي هنشوفه في الحلقه دي، يعني عامل مقارنه بالحلقه اللي فاتت والحلقه دي. بصوا يا جماعة، يعني في ذهول في الموضوع. يعني انت يعني احنا بنلعب في انديورنس، ده ويف 8 ليفل 172. طبعا في حاجات يعني مع الحلقة وهي ماشية هتلاقوا ويفات اعلى. احنا بنخلص على الزومبي بسهولة، مفيش اي مشكلة خالص. وكمان الستون هارت فرح، يعني شايفين ارقام، يعني شوف الضربة عاملة ازاي تضرب، شايفين الارقام بتنتشر ازاي في المنطقة كلها وبتحوف في المنطقة كلها. ده ويف 12، يعني الزومبي زي ما احنا شايفين ليفل 188 بسهوله شديده بتخلص عليهم. لا الربو مرعب. انا بصراحه عن نفسي الجليتش ده او القصه دي عجباني جدا في السلاح ده. يعني انا اتمنى ان الجليتش ده يفضل موجود ما يتشالش، ان انا يعني البو ده يعني مش معقول. تخش انديورنس انت وزمايلك هتلاقي الدنيا لطيفه جدا، مفيش اي مشكله خالص. برضو الليفلات بتعلى، نشوف بقى الارقام بتعلى ازاي او الارقام بتتلم ازاي. يعني كل سبون بيطلع الفاكيوم تيوب بيلم كل اللي طالع وبيدمجهم وبيموتوا بسرعه، يعني زي ما احنا شايفين في الشاشه. لا بصراحه جليتش عالمي، وانا مش عايزه يتشال من هذا السلاح بصراحه. جربوها يا جماعه مش هتندموا، جربوا الموضوع ده بجد حاجه جميله جدا. نيجي بقى للسلاح التاني اللي فيه برضو جليتش، اللي هو كلاود بيرست، عامله 2 كريت دامج و2 كريتيكال ريتنج والاليمنت بتاعه انرجي. انا عملت حلقه على السلاح ده وقلت عليه سلاح وحش جدا، حتى الكلاود او الضباب اللي بيطلع من السلاح ده كان ضعيف جدا، وجبته بالتصوير البطيء وقعدت يعني عشان اشوف الدامج عامل ازاي، كان سيء جدا. نشوف بقى دلوقتي بقى عامل ازاي بالجليتش الغريب اللي موجود دلوقتي. بصوا يا جماعه، زي ما احنا شايفين انا بضرب هتلاقي الكلاود بيطلع، الهاسك اللي بيعدي على الكلاود بيروح. يعني احنا دلوقتي احنا ويف 9 ليفل 177، الكلاود اللي هو جربناه قبل كده وقلت سلاح وحش جدا وملوش لازمه والحاجات دي كلها، شوفوا دلوقتي الكلاود بيعمل ايه. الهاسك اللي بيعدي بيموت، ما بيهزرش زي ما احنا شايفين في الشاشه. انا يعني
يعني ما عنديش حاجه اقولها، اتفرجوا بعينيكم اهو شايفين ايه اللي بيحصل. والله بصراحه اصدقائي قالوا لي على الحاجات دي، انا ما صدقتش، جربتها، لازم اوريها لكم واشاركوا بيها وتبقوا معايا في القصه دي، يعني حاجه في منتهى الجمال. لا 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 لا، الارقام احنا بنتكلم في مليون 300 مليون، يعني في ارقام كتيره، وبعدين ما فيش حاجه بتعدي زي ما احنا شايفين في الشاشه كده. بجد يا جماعة، يعني السلاحين اللي فاتوا بالجليتش الجميل ده احنا ممكن نخش في انديورنس بنينجا ونخلصها عادي جدا، وحتى ممكن توفر تراباتك بالبوهين دول، يعني بصراحة حاجة في منتهى المسخرة. يعني الجليتش جميل، وانا اتمنى ان هو يفضل. ودي حلقة سريعة حبيت اوريها لكم، بتدوس بقى اللايك والسبسكرايب. كان معاكم ديموس، اشوفكم قريب ان شاء الله على خير. سلام.